لا طالما شكلت تونس قبلة رئيسية للسياح عربا كانوا أم أوروبيين، بعدما نجح القطاع في السنوات الماضية باستقبال ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، لكن وباء كورونا وتبعاته شكل خطرا داهما على السياحة وقطاعاتها من فنادق ومطاعم. شروع في الإصلاحات الهيكلية اللي هي توا عندنا 10 سنين محطوطة والناس الكل معناتها متفاهمة عليها، لكن اللي ما فقدناه هو الإنجاز، واليوم يلزمنا ما نزيدوش نضيع وقت ونشرع في إنجاز هذه الخطة. هي راهو خطة فيها إصلاحات هيكلية عديدة وعديدة جدا. وتسعى الحكومة التونسية ولا سيما وزارة السياحة والقطاعات المرتبطة بها إلى تفعيل السياحة ودعم قطاعاتها من خلال السعي إلى سياحة دائمة في مختلف فصول العامة، وأن لا يقتصر الموسم السياحي على فصل الصيف فقط. عن الصحراء، عن البحر، عن الشمال، هذا الكل يجي في وضع استراتيجية بالاشتراك مع السلطات المعنية، وإن شاء الله نوصلوا نحقوا الأهداف باش نطوروا السياحة، والسياحة يلزم تولي تخدم 365 يوم. وعلى الرغم من مبادرة الحكومة إلى إعادة فتح الحدود في محاولة لإنقاذ الموسم السياحي، فإن عدد السياح لم يتجاوز 100,000 سائح، وهو عدد ضئيل جدا. خسائر كبيرة تكبدها قطاع السياحة التونسي هذا العام بسبب إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، خسائر يأمل أهل الاختصاص أن تنجح الحكومة الجديدة في تجاوزها من خلال القيام بإصلاحات عملية وسريعة. سميحة البخنمي، تونس، الميدان.